تعالوا نروح لموهبة تانية، والحقيقة أنا شهادتي مجروحة فيه لأنه عارف إن أنا بحبه على المستوى الإنساني، وهو شخص طيب وجدع وصاحب صاحبه وابن بلد، بس كمان هو كتلة موهبة كده تحس إنها يعني عايزة تنفجر في وشنا كل ما بيلاقي فرصة لشخصية بينفجر بيها طاقاته وإبداعاته بلا يتأخر. والحقيقة دوره كبر ولا صغر في أي عمل، لكن بصمته تفضل موجودة طول الوقت. أنا بكلمكم عن الأسمراني الحليوة، الفنان الجميل محمود عبد المغني. مساء الفل. مساء الانوار، مساء الحب عليك ابو تامر. كل ازيك يا نجم؟ طيب، وحشني جدا. وايه وانت المقدمه كمان. الحلوه دي؟ انا انفجرت والله وانا بسمع. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وحشني طيب جدا 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 والله العظيم، وانت كتير كتير من القلب للقلب والله العظيم. يعني ربنا يعني يخليك. انا بحبك جدا وربنا اللي يعلم، وبحترمك جدا ربنا جدا يعزك، ده بس من ذوقك ومستوى واصلك. المهني يعني. ربنا يخليك، ده بس من اصلك الطيب والله، وانا صادق في كل كلمه. انت يعني حتى لو طلعت في مشهد، وهي دي الموهبة الحقيقية، بتبقى معلم والناس بتبقى فاكرة العلامة والبصمة اللي انت سبتها، لان انت موهوب بجد مش متصنع يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وده بياخد وقت، لانك انت في احترام دايما متبادل ما بيني وما بين الجمهور، وخط موصول من الثقة، فدايما بحافظ عليه، سواء بالتأني سواء بالصبر سواء بعملية البحث عن الدور اللي يفيدني ويفيدهم ويكون بيضيف حاجه. فعشان كده ساعات الموضوع بياخد مني وقت عشان اوصل للدور زي ما بيقولوا كده الحرش يعني، عارف، صح بالبلدي يعني. مظبوط. قول لي التعامل مع غول التمثيل كمان اسمها غادة عبد الرازق، والله اكيد غول فعلا. تحدي وممتع. والله غول فعلا، واول مره نلتقي بالشكل الكبير ده. فانا بالنسبه لي يعني انا مبسوط جدا، منبهر جدا. اولا على المستوى الشخصي، يعني شخصيه يعني بنت بلد جدعه جدا جدا، صحيح. يعني بتجمع كده الناس كلها حواليها. فانا كنت مبسوط جدا بالتعامل معاها، ولسه احنا مستمرين في الشغل. ويعني فعلا زي ما انت قلت والله تمام، هي غول تمثيل، غول تمثيل. فانت لازم تكون جاهز معاها، وفي نفس الوقت هي انسانه عارف مطمئنه، وانت قدامها مطمئنه مش بتدعي للتوتر يعني، انت فاهم. صحيح صحيح. فانا مبسوط جدا جدا، وهي بشكل مختلف تماما في سلطنه المعز، هتكون مفاجاه باذن الله. قول للناس كده حوده، المسلسل روحه عامله ازاي؟ بيدور في قالب ايه؟ هو من اسمه، احنا في شارع المعز، حيث بقى العبق والتاريخ، والعارف انت تشم ريحه البخور كده، والبهارات والناس والود والجدعانه بتاعت ولاد البلد اللي موجوده في كل انحاء مصر طبعا، بس ده حي قديم وعريق. فاحنا في يعني بكير دايما مخرج، طبعا انا يعني اول مره اشتغلنا مع بعض المواطن اكس وطرف ثالث، نجحنا نجاح كبير، والمواطن الحمد اكس لله. كذلك، ودي الخطوه الثالثه مع بيكو، يعني من اهم المخرجين الحساسين اللي اشتغلت معاهم. فدايما بكير، وهقول لك السؤال وهخش على بكير، لان بكير يعني هتلاقيه جايب الكواليس بتاعت الشارع، هتلاقيه جايب التفاصيل، هتلاقيه جايب الحارات، الناس، التعامل، العلاقات اللي بينهم. فاحنا ماشيين في ده، وهو رجوع للاصاله يعني من خلال المسلسل ده. وطبعا اياد ابراهيم يعني عامل توليفه غير طبيعيه، مؤلف يعني ان شاء الله يعني هيبقى ليه شأن كبير جدا 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 في العمل ده ان شاء الله. محمود عبد المغني شخصيته ايه الجديد اللي فيها اللي خلاك تتحمس وتلاقي فيها الحاجه الحرشه اللي انت بتدور عليها؟ والله دي حرشه خالص تاني، انا كنت قلقان جدا والله. والله ده دور عجيب جدا، نعيم ما انا دور عجيب يعني، عنده تحولات ونقلات غريبه جدا. فبالنسبه لي الموضوع خد مذاكره، وانا بحب اذاكر بورقه وقلم لما اشوف بيتحرك ازاي وبيلبس ازاي وبيضحك ازاي، يعني من نوع برضو بالبلدي اللي بدي شغل حق. انا عارف لا بتدي له فالمساله اكتر من حقه والله يا حوده، وانا شاهد هو يعني مش حي... ف لا مسلسل انا مبسوط جدا جدا فيه. نعيم هيكون مفاجاه، ومش انا لوحدي، كل الاساتذه اللي موجودين في العمل، يعني مش عايز انسى بزاوي، محمود عامل دور عبقري، ولطفي، ودينا، وعلى راسنا طبعا الاستاذ حسن حسني، طبعا في نجم كبير، محمد شاهين، مي الغيتي، طهره، ناس كتيره جدا جدا بسم جدا الله في ما العمل شاء ده الله. يعني مليان. وكلنا طبعا انا عايز اقول لك ان غاده عبد الرازق يعني نجمه، غاده عبد الرازق فعلا هتكون
باذن الله على شاشه النهار يعني، يعني هتطل يعني اطلاله مختلفه تماما تماما أيه. تماما تماما. هو حدا الجواب بيبان من عنوانه، والعنوان بيقول ان احنا هنتفرج على حاجه ممتعه وجديده تبقى من حاجات القمه ان شاء الله في شهر رمضان. مش عايز انسى برضو يعني استاذ ممدوح شاهين طبعا، يعني كجهه الانتاج يعني راجل مش سايبنا، ويعني عامل اللي يقدر عليه في ظروف استثنائية بنمر بيها، وإن شاء الله هنعديها بإذن الله على خير. لا ده هو يعني إتمام مسلسل وإذاعته في رمضان في الفترة اللي احنا فيها دي إنجاز في حد ذاته. بالظبط، هو ده اللي أنا عايز أقوله يعني، هو ده اللي أنا عايز أقوله. صحيح صحيح. مليون مبروك، وإن شاء الله بارك لك بعد المسلسل يا حودة، وتبقى واحد من معك بإذن الله. أنت وحشني وحشني حبيبي حبيبي على راسي على راسي على راسي. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، كل سنة وأنت طيب.